نعمة ربنا يسوع المسيح ومحبة الله وشركة روح القدس معكم جميعا ومع روحنا أيضا. اليوم بدنا نحكي عن الكتاب المقدس والتفسير الصحيح للكتاب المقدس، ورحب فيكم جميعا لأنه في ناس بيكونوا حاملين هالكتاب من بيت لبيت أو بنادوا البشر يجوا عندهم. طبعا لما بقولوا لهم تعالوا عنا بمعناه بشكل غير مباشر إنه اتركوا كنيستكم وتعالوا عنا، اتركوا الكنيسة وتعالوا عنا، أو حتى لو ما بقولوا إنه هذا هو قصدهم بس هذا هو اللي بصير أحيانا. وزي لما واحد بيفتح دكان، لما بيفتح دكان شو معنى إنه يا جماعة تعالوا اشتري. على كل حال ما بدنا نحكم على نية حدا، ما إنه السيد له المجد قال في متى 7:1 لا تدينوا لكي لا تدانوا، إنما بدنا نحكي عن المبدأ نفسه. المبدأ إنه القديس بطرس بينبهنا كيف يجب أن يفسر الكتاب المقدس، مش مين ما كان، مش مين ما حمل هالكتاب بقدر يفسره. في عنا 3 شروط يضعها القديس بطرس، ومبدئيا هذا اللي بدنا نحكيه اليوم مفروض كل الناس يعرفوه، يعني مفروض في مدارسنا في مناهجنا كمان يدخل. زي ما قلنا الرسالة الثانية للقديس بطرس سموها رسالة كاثوليكية، كاثوليكية يعني جامعة لكل المسيحيين، مش محدد لأهل كورنثوس لأهل فيليبي لأهل أفسوس. بيقول في الفصل الأول آية 20، هي بين إيدي النص الأصلي، واعلموا قبل كل شيء أن ما من نبوة في الكتاب، يعني في الكتاب المقدس، تأتي بتفسير فرد من الناس. يعني ما بصير واحد في الصبح ويقول هاي الآية معناها هيك، أنا قررت إنه هاي الآية معناها هيك. ليش ما بصير؟ لأنه بيقولنا إنه اللي قالوه رجال الله القديسين واللي كتبوه كتبوه بإلهام من روح القدس. يعني اللي كتب ما كتب من راسه، فاللي بفسر كمان إيش ممنوع يعطي تفسير من وين؟ من راسه. خصوصا فئتين راح يحكي عنهم مار بطرس نفسه في نفس رسالته الثانية. هلأ بتقولوا لي وين الخدعة؟ هون الخدعة انه كثير من الناس مع الأسف صاروا ملايين، لما بيجوا بدهم بيحكوا للناس تفسير معين للكتاب المقدس، ما بقولوش هذا رأي فلان من الناس، شو بقولوا؟ هذا تفسير للكتاب، بقولوا الكتاب المقدس يقول كذا. إذا ما الذي يكشف لنا؟ شو اللي بيكشف لنا احنا انه تفسيرهم غلط، انه تفسيرهم فردي؟ اللي بيكشف لنا هالشيء هو التاريخ. وما معنى التاريخ؟ لما نقول تاريخ نعني الوثائق المكتوبة، ونعني ايضا الآثار الموجودة. مثلا يقول لك الكتاب المقدس يمنع تعميد الأطفال. مش الكتاب المقدس، معلش معلش، مش الكتاب المقدس يمنع تعميد الأطفال.
في ناس بيقولوا انه الكتاب المقدس يمنع تعميد الاطفال، ولكن هل في يوم من الايام مجموعه هيك او من زمان الرسل نفسهم الرسل قالوا ممنوع تعميد الاطفال وخلاص، او في احدى الليالي جماعه وقفوا كلهم مع بعض في كل انحاء العالم المسيحي وقالوا تعميد الاطفال غلط؟ لا. اذا مع الكتاب المقدس احنا بحاجه ايش؟ للتاريخ. التاريخ بدلنا متى طلع ناس رفضوا تعميد الاطفال؟ متى كان هذا التاريخ؟ سنة 1520. 1520 تفضلوا. 1520. 1521 طلع ناس في ألمانيا، واحد كان منجد فراش، واحد كان كاهن كاثوليكي قوري لاتين يعني، أسميهم توماس مينسر، الخوري اسمه توماس مينسر، والفراش اسمه نيكولاوس شتورش. هدول أول ناس طلعوا بهاي الفكرة، وقفوا ضد مارتن لوثر اللي قال في الكتاب المقدس في العهد الجديد في معموديات للأطفال. هم قالوا له أنت بتقرأ الكتاب، إحنا بنقرأ الكتاب، أنت وجدت معمودية أطفال، إحنا لم نجد معمودية أطفال. إذا لحد الآن كل الملايين من المسيحيين، خلينا نقول اللي أجوا بعد هدول، ما حدا منهم بيعرف إنه توماس مينسر ومين كمان ونيكولاوس شتورش هم اللي أطلعوا هاي الفكرة. هي كانت تفسير فردي. مع الوقت، مع الزمن، مع الجهل، مع التعتيم، شو صار فيه؟ صاروا كل إخواننا هدول يتوهموا إنه مين بمنع معمودية الأطفال؟ مين بمنع؟ الكتاب المقدس. إذا شفنا التاريخ، خلينا نشوف الآثار. بتروحوا على جبل نبو، جبل نبو في الأردن جنب مادبة جنوب الأردن، وبتلاقوا آثار، بتلاقوا أجران معمودية تعود إلى القرون الميلادية الأولى، يعني سنة 100 200 300 خلينا نقول يا عمي 400. ماذا نجد؟ نجد أجران معمودية كبيرة وأجران معمودية صغيرة. شو معنى؟ إنه كانوا يعمدوا كبار وإنه كانوا يعمدوا صغار. إذن كتير مرات خصوصا لما واحد بيقول إنه هو ماشي على الكتاب المقدس، إمتى بنعرف انه كلامه مع الاحترام له غلط؟ لما نيجي اولا للكتاب، احيانا نجد الجواب طبعا على الموضوع، زي هلا بالنسبه لمعموديه الاطفال راح نلاقي جواب على الموضوع، ولكن كمان مين اللي بفيدنا؟ مش بس الكتاب المقدس موجود، انت موجود وانا موجود، اذا مهم نعرف مين انت ومين انا. خلينا نرد بسرعة، أو لا، قبل ما نرد بسرعة خلينا نكمل شروط أنو قديس القديس بطرس في رسالته الثانية. شفنا فصل 1 آية 20، ننتقل إلى فصل 3 آية 15 وتابع. قديس بطرس بيحكي عن رسائل بولس. تعرفوا عنا 14 رسالة منسوبة إلى القديس بولس. بيقول مايك، بيقول عن رسائل بولس فيها أشياء صعبة الفهم. بيقول إذن عندما يتناول
هذه المسائل فيها أشياء صعبة الفهم يغير معناها مين؟ نوعين من الناس أو يمكن نفس البشر بس فيهم صفتين سلبيتين. إذا في حدا منكم بتذكر شو هم؟ ضعف النفوس الذين لا علم عندهم ولا رسوخ. شو يعني لا علم؟ يعني بعرفوش اللغات الأصلية، بعرفوش الجغرافيا القديمة، بعرفوش التاريخ القديم. تلاقي واحد يا دوب يعرف يقرأ عربي، مرات كنت أنا أعطيهم يقرأوا الكتاب المقدس بالعربي، يا دوب يقرأ بالعربي، يا دوب يفتش الحرف. مش بس ناقصهم علم، شو ناقصهم؟ الرسوخ. ما معنى الرسوخ؟ الثبات، الاستقرار. بقول لك أجا فلان من أمريكا أو من كندا معاه شهادة في الكتاب المقدس، ممكن عنده علم، ممكن، ولكن شو اللي مش موجود عنده؟ الرسوخ، يعني لا يعود المجموعة تبعته هاي، لا تعود إلى زمان المسيح وزمن الرسل. فيش إلها إيش؟ جذور. فيش إلها جذور، عشان هيك ما فيش فيها الثبات، فيش فيها الرسوخ، فيش فيها الثبات. أو كان ينتمي إلى الكنيسة الرسولية العريقة اللي بسموها التقليدية بعدين زاح عنها. هاي صف عنا ثلاث شروط حسب رسالة القديس بطرس الثانية، لا للتفسير الفردي، لا لأهل الجهل، لا لأهل عدم الرسوخ. نيجي لا معمودية الأطفال في الكتاب المقدس في العهد الجديد، ببدأ بقول لك آخر إنجيل متى ورد اذهبوا وتلمذوا جميع الأمم، آخر إنجيل مرقس بقول لك من آمن واعتمد يخلص، متى 28-19، مرقس 16-15 وتابع. طب ليش تبدأ؟ ليش تبدأ تستشهد من آخر الإنجيل المقدس؟ خليني يجي على إنجيل يوحنا الفصل الثالث الآية الأولى وتابع، نيقوديموس بروح يشوف السيد، يزور السيد المسيح بالليل، شو السيد المسيح بقول له؟ إن لم يولد أحد، بعدين كلمة اليونانية آنوثن، آنوثن يعني من فوق أو من جديد، إن لم يولد أحد من فوق أو من جديد لا يقدر أن يرى ملكوت الله. وقتها نيقوديموس بقول له كيف ممكن الإنسان يعاود يرجع إلى رحم الأم؟ قال له لا، إن لم يولد أحد من إيه؟ من الماء والروح. ما هي هاي الولادة الجديدة؟ ما هي هاي الولادة من علو بالماء والروح؟ ما هي؟ المعمودية. وهذا اللي بيحكي لنا إياه بالحرف الواحد تحكي لنا إياه الرسالة إلى تيتوس، يقول الله خلصنا بغسل الميلاد الثاني، غسل غسل غسيل يعني، غسل الميلاد الثاني، غسل معناه في مي، الميلاد الثاني عن طريق الماء والروح، باسم الآب والابن والروح القدس، يوحنا عمد بالماء أما أنتم فستعمدون بالروح القدس، أعمال الرسل فصل واحد آية 6 وتابع. إذن ماذا نجد؟ نجد أنه أولا المعمودية هي ميلاد جديد. متى يجب أن يتم هذا الميلاد الجديد؟ بأسرع وقت بعد الميلاد القديم. ليش؟ السيد المسيح نفسه فسر المولود من الجسد هو فقط جسد، والمولود من الروح هو إيش؟ روح. أطفالنا المعمدين هم جسد وروح، أطفالنا غير المعمدين هم جسد من غير روح. هل عمد الرسل والتلاميذ أطفالا؟ نعم عمدوا، هذا باختصار، عمدوا جماهير أول يوم العنصرة انضم نحو 3000 نفس، 3000 بني آدم، ما كانش في بينهم أطفال، ما كانش في
شباب صغار، صبايا صغار، أقل من 30 سنة، أقل من 20، أقل من 10 سنوات. في كورنثوس فصل أعمال الرسل فصل 18 آية 8 القسم الثاني، كثيرون من أهل كورنثوس آمنوا واعتمدوا، معناها كلهم اعتمدوا مع عائلاتهم كبار وصغار. القديس بطرس نفسه عمد الضابط كورنيليوس في قيصرية، قيصرية البحر، كورنيليوس وجميع عائلته وأقربائه وأنسبائه وأخص أصدقائه، ما كانش في بينهم أطفال. أعمال رسل فصل 10، أعمال رسل فصل 16، اعتمدت ليديا وجميع أهل بيتها، كانت بائعة أرجوان. أعمال رسل برضو فصل 16 آية 34 وتابع، بقول إنه السجان اعتمد هو وذووه أجمعون. شو يعني ذووه أجمعون؟ كل العيلة بالليلة أقاربه هو وذووه أجمعون، زي ما شفنا في كورنثوس فصل 18 آية 8 القسم الأول منها، وآمن كريسبوس، هذا رئيس مجمع، رئيس كنيسة لليهود، هو وجميع أهل بيته. بعدين في كورنثوس الأولى فصل 1 آية 16، وعمدت أيضا بيت استفاناس. بيت استفاناس ما عمدش لا الكراسي ولا الخزائن، ومين عمد؟ أهل بيت استفاناس. هاي الأشياء اللي حكيناها الآن موجودة طبعا في كتاب أبونا يعقوب سعادة اللي اسمه الجواب من الكتاب، واللي كمان يعني في رغبة شديدة إنه يعمم على المدارس في صيغته المختصرة المقدمة لطلاب المدارس. أنهي كلامي هنا باللي إذا أنهي كلامي، تفضل بلخصه، إنه الكتاب المقدس لتفسيره يجب العلم والرسوخ. شو يعني الرسوخ؟ يعني الانتماء إلى الكنيسة اللي أسسها المسيح، مش أي واحد يطلع في أمريكا نتبعه، خصوصا إذا في مصالح مادية أو إذا بيعمل لنا معاملات لا تقدر الكنيسة عليها. ثانيا، كيف نكتشف إنه في أضاليل وأشياء جديدة؟ بقول لك أنا برجع على الكتاب، طيب ما هو في أنت، هاي الكتاب فهمنا، الكتاب موجود قبلك وقبلي، لا يكفي إنه أعرف عن الكتاب ومن الكتاب، يجب أن أعرف إيه مين أنت. وإذا بتسألوا هدول الفئات، إذا بتسألوا هدول العشرات والآلاف ومع الأسف الملايين، مين أنت؟ مين أسسكم؟ متى تأسستم؟ مين رئيسكم اليوم؟ مش راح تحصلوا على جواب، أو راح يتهربوا كثير منهم من الجواب. ليش؟ لأنه هاي فئات حديثة نشأت حديثا، إذا مجهولة الأهداف، ما بتحكي للناس لا أهدافها ولا مؤسسيها. بتذكر واحد التقيت فيه، وفي كثير بشر بتبعوه خصوصا لما يقدم طبيخ واكل، تعرف في ناس عمرهم ما شافوا صحن رز في بيوتهم بدون مؤاخذه، ثلاث ارباع ساعه وانا اساله هالاسئله الثلاثه، اني فئه انتم؟ مين اسسكم؟ من يمولكم؟ منين المصاري؟ وقديش راتبك؟ ومين رئيسك؟ احنا بالكنيسة الكاثوليكية والأرثوذكسية، وكمان عند جماعات اللوثريين والأنجليكان، معروفين مين أصلنا؟ مين رؤسائنا؟ مين بمولنا؟ صح ولا لا؟ هاي فئات خصوصي تعتم على أصلها، أهدافها طبعاً معروفة للي ما بوقع في فخ
كلامها المعسول. بتقول لي يا أبونا كيف تقولنا عن كلامها المعسول؟ القديس بطرس نفسه في نفس رسالته الثانية الفصل الثاني الآية الثانية شو بقول؟ بقول بمعسول الكلام يجعلون منكم تجارة. انتوا السلعة اللي بتاجروا فيها. يعني إذا أعطاك 100 دولار هو بكون على ظهرك وباسمك وبعد ما صورك بكون قبض 1000. مش أنا اللي بحكي هالحكي. القديس بطرس في رسالته الثانية الفصل الثاني الآية الثانية ولا أهون منها 2 بطرس 2:2 بقول أحذركم كما قام في الشعب أنبياء كذبة عند اليهود هكذا يقوم بينكم معلمون كذبة يدسون بدع هلاك وبزخرف الكلام والحيلة يجعلون منكم تجارة. الناس فكروا حالهم هم الكسبانين، في الواقع هو اللي بكسب على ظهركم. ولما كلكم ترجعوا بدون مؤاخذة لكنايسكم برجع شحات زي ما كان أول، ويمكن وقتها يفكر في مهنة شريفة. شكرا لكم، وحبيت شكرا.